safety issues. هل واضحة قدامكم دلوقتي؟ اه واضحة يا دكتور. طيب تمام. أنا شايف معايا عدد في المحاضرة يعني حوالي ما يكملوش 25 واحد يعني بالظبط. هقول لكم العدد بالظبط كام. بالظبط 23. فنبدأ بقى دلوقتي ولا نستنى شوية؟ أنا بقول نبدأ واللي يجي بقى يحصلنا إن شاء الله يعني. طيب إحنا عندنا النهاردة محاضرة في حد بيعمل ريكورد؟ اه في حد بيسجل. خلاص عندنا محاضرة دلوقتي في موضوع هما الحقيقة محاضرتين يعني، وبعدين هما مكتوب ليكتشر 7 و8 هما 8 و9 هيبقوا على اسبوعين يعني، النهاردة والاسبوع الجاي. التوبيك اللي هنتكلم فيه اللي هو Health and Safety Issues اللي هي القضايا المتعلقة بالأمان والصحة. ده في إطار برضو البروفيشنال إيثكس الأخلاقيات المهنة يعني، والليجيسليشنز اللي هي تشريعات بتاعة المهنة، مهنة الهندسة اللي احنا بنتكلم فيها يعني. تمام؟ فده التوبيك اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. طبعا احنا عندنا في البرزنتيشن دي 62 سلايد، بس ما تتخضوش يعني من الرقم يعني، هو في سلايدز كتيرة جدا فيها صور يعني، فعشان كده هناخدهم بقى على مرتين إن شاء الله. تمام؟ هنبدأ بقى إن شاء الله في الأوتلاينز بتاعت المحاضرة اللي هي أول حاجة عن الليجيسليشنز اللي هي التشريعات، السيف ورك بليس هي أماكن العمل الآمنة، الاكسيدنتس اند بريفنشن اللي هي الحوادث اللي بتحصل وازاي نمنعها او نحاول نتجنبها، وبعد كده الفيرست ايد اللي هي الاسعافات الاوليه. دول المين توبكس اللي هنتكلم فيهم في الشابتر ده او الموضوع ده اللي هي الهيلث ايشوز، الهيلث اند سيفتي ايشوز. لو في اي حد عايز يعلق على الحاجات دي مبدئيا كده قبل ما نتكلم يقول. يعني متخيلين هنتكلم في ايه يعني؟ انا حبيت اقول ان احنا هنتكلم في ايه في الاول يعني. طيب اول حاجة فيما يتعلق بالليجيسليشنز اللي هي set by OSHA. OSHA دي اللي هي اختصار لكلمة Occupation Safety and Health Administration، وهنا طبعا كاتبينها Health and Safety انما هي Safety and Health، عشان كده جه الاصطلاح ده بتاع OSHA اللي هي المنظمة اللي هي متعلقة او متخصصة في موضوع الايه الامان والصحة. تمام؟ دي اللي هي OSHA. Legislations دي يعني تشريعات موضوعة من المنظمة دي، زي مثلا منظمة الصحة العالمية، زي منظمة اليونسكو، زي المنظمات الكبرى دي تعمل ايه تشريعات معينة او قوانين معينة، regulations معينة عشان الناس تمشي عليها في كل مجال يعني. طبعا هنتكلم في مجال الايه الصحة الهيلث اند سيفتي فيما يتعلق بالانجينيرينج يعني. تمام؟ الأول هنتكلم على باك جراوند كده. في ديسمبر 29 ديسمبر سنة 1970 بريزيدنت نيكسون سايند ذا OSHA أكت. الرئيس الأمريكي نيكسون سنة 1970 ديسمبر 29 ديسمبر 1970 عمل الأكت اللي هي الاتفاقية أو زي الستيتمنت بتاعة الإيه OSHA دي اللي هي خاصة بالصحة والأمان. This act created OSHA, the agency which formally came into being on April 28, 1971. في 28 أبريل 1971 ظهرت الأوشا إلى النور. إيه الميشن بتاعت الأوشا؟ إيه الهدف أو التارجت أو الأوبجيكتيف بتاع الأوشا؟ Save lives
prevent injuries and protect the health of workers. كان الهدف منها انها تحمي حياة الناس وتمنع الإصابات وتقلل منها وتحمي protect the health of workers اللي هي تحمي الصحة بتاعة العمال. ده الهدف من الأوشا اللي هي عملت legislations دي اللي احنا هنتكلم عليها. طيب legislations دي بتاع الأوشا نتكلم الأول على الأكشنز. Develop job safety and health standards. الأول بتحاول تتطور أو تنمي معايير معينة أو مقاييس معينة لل safety and health. Enforce standards through worksite inspections. لازم يعني تجبر المعايير استخدام هذه المعايير أو المواصفات القياسية في أماكن العمل. Keep track of job related injuries and illness. برضو تعرف على الإصابات والأمراض اللي هي بتبقى متعلقة بالعمل. Providing occupational safety and health training programs اللي هي بتوفر برامج للتدريب في السيفتي في الهيلث والسيفتي الأمان والصحة. يبقى دي الأكشنز بتاعة الأوشا. تمام كده لغاية كده في أي حاجة يا جماعة؟ متابعين معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب لو في أي حاجة يعني وقفون حد يوقفني يقول لي إحنا إيه في حاجة مش عارفينها حاجة مش فاهمينها كده يعني. تمام؟ طيب طبعا برضو بنتكلم على legislations هنلاقي عندنا الستاندردز اللي هي general industry في الكونستراكشن والماريتايم والاجريكلتشر. المواصفات دي او المعايير القياسيه دي سواء في الجنرال اندستري في الصناعه الكونستراكشن اللي هو التشييد او الانشاءات الماريتايم الحاجات الخاصه بالبحار نقل البحري والاجريكلتشر اللي هي الزراعه. في بقى كده حاجه كمان عندنا اسمها الام اف سي ستاندردز اللي هي طبعا ممكن ندور عليها على ويب سيرش يعني وكتبتوا كده MFC standards تقدروا تبحثوا عنها وتعرفوا ايه هي يعني. ليها علاقة طبعا بالhealth and safety issues يعني. الصور اللي هنا دي انا عايز اكبرها شوية بس هحاول كده نشوف مثلا. هنلاقي مثلا هنا ايه؟ الstandards والرقم بتاعه وبعدين شوية حاجات كده أرقام بعد الديسكريبشن يعني. هنا مثلا الستاندرد ده اللي هو الرقم بتاعه ده 19260451 ده General Requirements. اللي بعده ده مثلا عن Duty to have full protection. ده اللي بعده عن الليدرز اللي هي السلالم النقالي دي هنشوفها دلوقتي. هنا Training Requirements الهازارد Communication الجنرال سيفتي اند هيلث بروفيجنز وهكذا يعني. كل دي حاجات هنشوفها في ال او هي دي اللي بيتضمنها الاوشا يعني. هو الجدول ده حفظ يا دكتور؟ لا لا مش حفظ لا لا ده مجرد لا ده مش حفظ ده مجرد لل يعني عايز اعرفكم انه الاوشا عاملة مواصفات قياسية بالأرقام. كل مواصفة أو كل معايير بتبقى متخصصة في حاجة معينة. تمام؟ يعني مثلا هنا اللي أنا ماشي عليها دي مكتوب عليها الأريال ليفتس. الليفتس دي اللي هي المصاعد. الأريال دي المصاعد اللي هي الجوية. يعني إيه المصاعد الجوية؟ يعني أحيانا في الكونستراكشن في التركيبات في الإنشاءات بتلاقي فيه زي مصاعد كده خارج العمارة اللي بيطلع عليها العمال يبيضوا من الواجهة بتاع العمارة يركبوا ازازي مش عارف ايه حاجات زي كده. دي برضو حاجات ليها مواصفات معينة. تمام نرجع بقى تاني زي ما احنا شايفين كده اهي دي صورة هتبدأ تفهمنا الكلام اللي أنا كنت بقوله من شوية.
هنا عندنا الـ scaffolds. الأول بنتكلم على الـ top 10 cited hazards اللي هم أكتر 10 حاجات خطيرة، اللي هو عندنا مثلا هنا الـ scaffolds. scaffolds دي اللي هي إيه؟ يعني عارفين باللغة العامية الدارجة بيسموها إيه؟ الناس بتوع، إحنا معانا ناس من قسم مدني أو building هنا في المحاضرة بتاعتنا، في ناس من البيلدينج أو في ناس من اللي هم بتوع عمارة. يا جماعة، حد معانا من بيلدينج أو من الأربان بلانينج أو الكلام ده؟ حد عارف يعني ايه سكافولد؟ اول صورة دي على الشمال سكافولد، ايه بقى سكافولد دي؟ السقالات يا دكتور. برافو عليك، مين اللي قالت؟ يمنى برضو ولا مين؟ لا انا انجي. كويس انجي. هي سكافولد اللي هي السقالات، سقالة. السقالات دي اللي هي الحاجات العصيان الخشب دي اللي بتبقى مربطه في بعضها في واجهه العمارات، بيطلع عليها العمال يشتغلوا. ادي اول حاجه من التوب 10 سايتد هازارد، سقالات. تمام. الصوره الثانيه اللي قدامنا دي اللي هي الفول بروتكشن. الفول بروتكشن اللي هو الحمايه من اخطار السقوط، يعني عن طريق ناس بتتسلق برج، ده ممكن برج كهرباء ولا برج صيانه بتاع موبايلز او وات ايفر، بيبقى فيه بقى ايه رابطين نفسهم كده في الوسط بايه، بحبال بشكل معين عشان يعرفوا يطلعوا وينزلوا. هنا في عندنا الهازارد كوميونيكيشن اللي هو النتيجه الاخطار نتيجه الاتصال يعني او التواصل. في هنا البلو هيلث والوايت سبيشال واليلو رياكتيفيتي والريد فليمابيليتي. الريد دي طبعا فليمابيليتي اللي هي اللهب، اليلو رياكتيفيتي اللي هي الحاجات المشعه. تمام. بعد كده عندنا هنا في الصوره اللي تحت دي respiratory protection، الحمايه ضد الامراض التنفس لما يبقى فيه دخان او غبار او كده، ممكن ناس يجي لها ضيق تنفس. هنا في ladders. ladders دي اللي هي السلالم النقالي، اللي هي دي سلم كده، تلاقي سلم معدني كده بيتنقل، يعني مش راكب يعني. في هنا اللوك اوت والتاج اوت، دي اللي هي الحاجات للتامين بقى، يعني اللي هي لوك اوت يعني بتقفل زي الاقفال كده يعني. دي بوابه عليها قفل، فدي برضو من الحاجات اللي ايه اللي بنشوفها في الموضوع بتاعنا ده. برضو بنكمل، احنا شفنا سته على فكره، دول سته، هو العنوان كان توب 10 سايتد هازاردز، شفنا سته، الاربعه الباقيين اهم. ادي الكتريكال وايرنج ميثودز اللي هي طرق التوصيل الكهربي، توصيل الاسلاك الوايرنج. شايفين لما بتبقى اسلاك عريانه ولا حاجه دي بتعمل هازاردز. دايما نمشي في الشارع كده نلاقي اعمده اناره طالع منها اسلاك او كابلات، وده طبعا كلام مش مظبوط يعني. اهي زي الشكل اللي تحت ده، الكتريكال جنرال ريكويرمنت. شايفين الشكل ده؟ ده شكل معتاد ان احنا نشوفه يعني. بعد كده عندنا في الباورد اندستريال تراكس اللي هي الشاحنات، اللي هي زي ما شايفين كده شاحنه صغيره كده يعني، زي وفيها شوكه شايله ايه حجاره او حاجه زي كده، دي برضو ممكن تعمل هازاردز. الماشين جاردنج اللي هو الحاجات اللي في الماشينز او في المكنات اللي هي في المصانع وكده، اللي فيها تروس زي كده، لازم الناس تخلي بالها برضو، اللي هي بتشتغل في كوركرز يعني عمال بيشتغلوا في الحاجات دي، لازم يبقوا واخدين بالهم من الحاجات دهيت، يعني احد ما خدش باله وايده جت في مكنه وهي شغاله ولا ترس ولا حاجه، طبعا هتطير على طول. بنتكلم بقى على regulations steps، الخطوات اللي هي بنبني على اساسها القواعد بتاعت الاوشا.
find specific regulations. طبعا ايه يعني ايه specific regulations؟ يعني قواعد متخصصة في حاجة معينة. طبعا الأعمال زي ما انتوا شفتوا نتكلم على industry، بنتكلم على agriculture، بتتكلم على construction، حاجات مختلفة. فكل حاجة من الحاجات دي ليها regulations خاصة بيها. يعني الريجوليشنز الخاصة بالكونستراكشن، بالتشييد، بالبناء طبعا مختلفة عن بتاعة الزراعة، عن بتاعة الصناعة وهكذا. يبقى أنا أول حاجة لازم أدور أبحث عن السبيسيفيك ريجوليشنز اللي هي خاصة بالحاجة اللي أنا بتكلم عليها. نمرة 2، interpret the content of the regulation. لازم تحاول تترجم المحتوى بتاع القواعد دهيت. شايفين صورة الراجل اللي يعني اللي بيبص ده لكومة الملفات اللي حواليه يمين وشمال دول، بيعاني ده يعني. كمان في عندنا هنا implement the regulation، انك انت بقى ايه بتحاول طبعا كلمة implement يعني انك انت بتصنع، انما هنا مش مقصود بيها، يعني هنا قصد استعمال بقى القواعد، يعني how to implement the regulation. safe workplace. safe workplace ده معناها مكان العمل الآمن. الأوشا المفروض انها ادت مواصفات لهذا الموضوع. The creation of OSHA provided workers the right to a safe and healthy workplace. Section 5A1 of the OSHA Act states, each employer shall furnish to each of his employees employment and a place of employment which are free from recognized hazards that are causing or are likely to cause death or serious physical harm to his employees. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان كل each employer، كل صاحب عمل، صاحب عمل يعني صاحب مصنع ولا حاجه، لازم يوفر او يؤثث يعني او يزود كل العمال بتوعه العمل والمكان الامن، البليس اوف امبلويمنت، مكان العمل. وهذا المكان لازم يبقى فري فروم ريكوجنايزد هازاردز، لازم يبقى ما فيهوش اي اخطار يعني مرئية أو متشافة اللي هي ممكن تسبب that are causing or are likely to cause death، اللي هي ممكن تسبب الوفاة، or serious physical harm to his employees، اللي هي ممكن تسبب أخطار طبيعية خطيرة على المستخدمين اللي عنده، اللي هم الworkers يعني العمال بتوعه. برضو ما زلنا بنتكلم في السيف ورك بليس، سيفتي اتشيفمنت ستيبس، عشان الخطوات اللي هي عشان نحقق موضوع السيفتي. واحد، ديفاين سكوب اوف ورك اول بوسيبل اكتيفيتيز اند تاسكس. لازم نحدد الاول ايه السكوب اوف ورك، وبعدين كل الاكتيفيتيز وكل الانشطه والمهمات اللي هي المحتمله. نمره 2، analyze workplace hazards. لازم تعمل تحليل للأخطار اللي هي موجودة في مكان العمل. Step by step search for all existing and potential hazards through. لازم تعمل خطوة بخطوة بحث خطوة بخطوة عن كل الأخطار الموجودة من خلال إيه بقى؟ من خلال الريكوردز يعني القياسات، التسجيلات، incidents الحوادث اللي بتحصل، screening surveys برضو الإحصائيات، والإكزيستنج كنترولز تحكم في الحاجات الموجودة. مش عارف عندي التيمز عمال ينور ويطفي كده، في حاجة غريبة شوية.
برضو لسه بنتكلم في السيفتي اتشيفمنت ستيبس. نمره 3 ديفلوب اند امبلمنت كنترولز انجينيرنج كنترولز اند ورك بليس ادابتيشن ادمنستريتيف اند ورك براكتس كنترولز بوست انسيدنت ريسبونس. دول ثلاث حاجات من خلالهم بنقدر نعمل ديفلوبمنت وامبلمنتيشن كنترولز، تحكم في السيفتي. طبعا ادابتيشن يعني ضبط المكان اللي هو الورك بليس مكان العمل والتحكم فيه. ادمنستريتيف اند ورك براكتس كنترولز تحكم برضو في المكان العمل والبراكتس يعني التشغيل والكلام ده. بوست انسيدنت ريسبونس اللي هو برضو الحوادث السابقه لازم اشوف تم التعامل معها ازاي. اخر حاجه بقى عندنا اللي هي او مش اخر حاجه يعني من ضمن الستبس التريننج اند ادوكيشن. زي ما احنا شايفين الصوره دي في واحد هنا اهوت واقف بيعمل ايه، بيعمل زي محاضره او بيلقي تعليمات عشان يوضح الايه الحاجات الخاصه بالسيفتي. Ensure that all staff are aware of potential hazards and the protection methods. لازم تتأكد من انه كل الستاف اللي بيشتغلوا عندهم علم ودراية بالpotential hazards الاخطار الموجودة والprotection methods اللي هي طرق الحماية. Training should include all employees including managers. التدريب ده هو لابد ان هو يتضمن كل العمال وكمان المانجرز اللي هم المديرين بتوعهم. بعد كده نمرة 5 perform work within controls اللي هو تأدية العمل من خلال التحكم. activities are done under the enforced safety restrictions اللي هو الأنشطة لازم تتم، أنشطة في العمل يعني لازم تتم تحت قيود الأمان اللي هي الايه الـ enforced safety restrictions، قيود الأمان اللي هي الايه الواجبة يعني. نمرة 6 record keeping and evaluation، لازم تقعد تسجل بقى وتحتفظ بكل الحوادث اللي بتحصل وتقيمها. To determine the overall effectiveness of the controls عشان تقدر تحسب الكفاءة العامة أو الكلية بتاعت التحكم. To identify deficiencies عشان تعرف إيه العيوب اللي حصلت. To determine changes and modifications that should be made عشان برضو تحسب التغييرات والتبديلات المفروض أنك أنت تعملها. To get improved controls عشان تحسن وسائل التحكم. طيب احنا دي كانت اول حاجه خاصه بالسيفتي اتشيفمنت ستيبس، كانوا 6 ستيبس وكل واحده منهم تحتيها عده نقط. بعد كده عندنا بعض الايه الاكسيدنتس. طبعا صور يعني شويه شكلها مش حلو يعني، انما غصب عني. اكسيدنتس اند بريفنشن ده توبيك اتكلمنا عليه برضو او قلنا عليه في بدايه المحاضره اللي هي الحوادث وازاي نمنعها. طبعا الحوادث دي كلها حوادث عمل، حوادث في العمل. طبعا شايفين شويه صور ما هياش كويسه. الاكسيدنتس طبعا بيبقى ليها في دايركت كوست وفي اندايركت كوست. دايركت كوست ميديكال وانشورنس لوست تايم والفاينز اللي هي خاصة بالتأمينات وفقدان الوقت والغرامات والكلام ده. والإندايركت كوست اللي هي الكانسلد كونتراكتس اللي هي العقود اللي هي بتتكنسل، والإنفستيجيشن تايم اللي هو زمن الفحص والكلام ده كله. طبعا دي الآثار بتاعة الأكسيدنتس بيترتب عليها إيه يعني. طبعا الدايركت كوست والاندايركت كوست، وفي عندنا بقى الريال كوست اللي هي التكلفه الحقيقيه للاكسيدنتس.
برضو ما زلنا بنتكلم في الاكسيدنتس اند بريفنشن. الهاند اند باور تولز، شايفين الصوره دي فيها ايه؟ ايد ماسكه ايه؟ الراجل ده ماسك ايه في ايده؟ حاجه بيقطع بيها اللي احنا بنسميها الكتر. ها انا ياما اتعورت من الكتر ده على فكره، ده بيقطع بيه خشب، بيقطع بيه كرتون، حاجه زي كده يعني. ودي زي هنا ايه، أجهزة مختلفة للقطع، اللي هي التولز اللي بتستخدم في التقطيع يعني، أو التخريم أو الحاجات زي كده. Hand and power tools، الهازاردز الأخطار بتاعتها. Objects that fall, fly, are abrasive or splash. الادوات اللي هي ممكن تقع او تطير، زي ما تشوف مثلا ايه اللحام بالكهرباء كده، ونبص تلاقي ايه طالع منه شرار كده ممكن يجي في العين، فلذلك دايما تبص تلاقي اللي بيشتغلوا في اللحام بالكهرباء حاطين زي حاجه كده لابسينهم فوق عينيهم كده. harmful dusts frames fumes mist vapors and gas، طبعا بيطلع غبار ضار جدا وروائح ضاره وبخار وغازات ضاره جدا. frayed or damaged electrical cords hazards connections and improper grounding، طبعا الحاجات اللي هي خاصه بالكهرباء اللي هي الاسلاك المقطعه او التلفانة أو محروقة، طبعا في hazardous connections، في توصيلات خطيرة جدا، و improper grounding اللي هو التأريض اللي هو معمول بشكل غير جيد. المعدات المعدنية اللي هي الكهربية يعني لازم بتبقى متقرضة. متقرضة يعني إيه؟ عشان محدش يجي يلمسها يتكهرب، فبتبقى متقرضة. vibration and impact يعني طبعا اللي هو الاهتزازات بقى وكده. دي الهازاردز الاخطار، انما ايه الانجوريز الاصابات؟ طبعا الالكتريك شوك اللي هي الصدمه الكهربيه، فلاش بيرنز اللي هي الحروق نتيجه الشرار وكده، فولينج هاند اند اي انجوريز الاصابات اللي بتحصل في العين او في الايدين، hearing loss فقدان السمع، crushing cuts or losing a body part طبعا فقدان جزء من الجسم او قطع حاجه، في ناس ايديها بتتقطع، رجليها بتتقطع، كمان ergonomic injuries، مش عارف ايه ergonomic injuries دي يعني، ممكن حد يدور لنا عليها معناها يعني. حد يعرف يعني ايه ergonomic injuries؟ محدش عارف، طيب مش مشكلة هدور عليها انا اهو هقول لكم عليها. هي ممكن الانجريز دي تكون لها علاقه بالجسم شويه، لان يعني الارجونومكس ده بيبقى زي طريقه القعده مثلا وقدام اللابتوب والكلام ده كله اسمه ارجونومكس يعني. والله طب كويس، حلوه، كويس انك قلت لنا. مين اللي قال لنا؟ احمد. طيب يا احمد، ارجونومك ارجونوميك يعني حاجة مريحة. يبقى اذا يمكن ارجونوميك انجوريز اللي هي الايه الاصابات نتيجة عدم الراحة يعني، مقصود بيها يمكن عدم الراحة يعني زي ما انت قلت كده، القعدة قدام الكمبيوتر كتير، مش عارف ايه. فعلا الواحد لما بيقعد قدام اللابتوب او الكمبيوتر كتير يبص يلاقي ظهره وجعه، رقبته وجعته، لذلك ينصح مثلا بايه، انه كل شويه تقوم وتتحرك، ممكن تحرك رقبتك كده يعني، صح مش كده ولا ايه؟
اه تمام. طيب برضو لسه بنتكلم في الهاند اند باور تولز. شايفين الراجل اللي هنا ده اللي هو لابس النضاره الواقيه دي والبتاع الخوذه اللي بيبقى لابسها وحاطط زي درع كده سيفتي ومش عارف ايه بروتكت يور سيلف فروم هاند تول هازلز. في شنيور بيخرم، في حاجه بتقطع زي اللي بتقطع، وفي منشار كهربي. كل الحاجات ده هي البروتكشن. بقى ايه؟ inspect the tool before use. لازم تبقى تتفحص المعدة قبل ما تستخدمها. طب مش هتعرف تستخدمها كويس، ممكن تعمل لك مشاكل. read tool owner's manual prior to use. طبعا تحاول تقرأ المانيوال قبل الاستخدام يعني. use PPE اللي هو personal protective equipment اللي هي المعدات للحماية يعني الشخصية. use guards اللي هي الحاجات اللي برضه الحمايه. properly store and maintain the tool. حاول انك انت تخزن وتحتفظ بالتولز دي في مكان امان يعني، او properly يعني بشكل مظبوط يعني. keep the workplace neat and free of clutter. تحاول تخلي مكان العمل نظيف وخالي من ايه الكلاتر دي اللي هي ايه الشوائب مثلا ولا ايه، والحاجات ولا الحاجات اللي فيها مبلول او كده. يوز سيف هاندلنج تكنيكس. حاول برضو انك انت تستخدم اللي هي السيف هاند اللي هي الطرق بتاعت الحمايه من الاخطار دهيت يعني. طبعا عندنا دلوقتي شويه صور ليه احنا بنتكلم في التوبيك بتاع الاكسيدنتس اند بريفنشن. السكافولدينج اللي هي السقالات زي ما قالت لنا زميلتكم في بدايه المحاضره، سقالات زي ما انتم شايفين كده ايه اشكال وانواع. الصوره اللي هنا التايبس يعني، الصوره دي اللي هي سبورتد، ودي التو بوينت سوينج ستيج، ودي سسبنشن المتعلقه، سسبنشن بامب جاك، مالتي ليفل، سنجل بوينت ادجاستبل، اريال ليفتس اللي هي الهوائيه دي، وهنا لادر جاك، سلم نقالي، وده موبايل متحرك، سلم متحرك. كل دي اشكال وانواع من السكافولد او السقالات. كل دي اللي بيشتغل عليها لازم يبقى مدرب، لازم يبقى مدرب مش اي حد. دايما طبعا اهم حاجه بتحصل اخطار السقوط من السقالات والوقوع منها، لازم يبقى مدرب على التعامل معاها، مش اي حد يطلع على السقاله ويشتغل، لازم يبقى مدرب. برضو ما زلنا في السكافولدينج. الهازاردز بقى طبعا اهم حاجه هي الفولز، الفولينج ايتمز والالكتريكال. طبعا الوقوع بروتكشن بي اون ا فيرم فاونديشن وذ بيز بليتس. يعني حاول انك انت تكون موجود في حته يعني القواعد بتاعتها ثابته. be plump square and adequately braced. طبعا برضو كل ده في التثبيت بتاعت السقالات يعني، عشان تبقى فيه عوامل الامان موجوده يعني. هنا حاطين صورة كده وحاطين عليها سهم بيقول have a fully planked work deck اللي هي ايه، اللي هي الديك دي اللي هي الايه
القاعدة دي. Have guardrails over 10 feet. اللي هي السلالم برضو. الريلز دي زي 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 القضبان. guardrails قضبان للحماية. كل 10 قدم. طبعا كل الحاجات ده هي احنا كمهندسين على فكرة. عايز اقول لكم على حاجة. واحد يسألني يقول لي ايه احنا كمهندسين مهم نعرف الحاجات ده هي اللي بيشتغل هيشتغل بعد كده في موقع يعني في انشاءات مثلا ولا حاجه. هل مهم يعرف الحاجات دهيت؟ هل في مهندس هيطلع على سقاله؟ وارد يعني. لكن اهم حاجه برضو حمايه العمال والصناعيه اللي بيبقوا معاه. لازم بيبقى عامل تشيك على الكلام ده كويس. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ايوه يا دكتور. تقريبا في حد فاتح المايك معايا. المايك معايا. مين بقى اللي كاتب في الشات ده؟ هو الدكتور في ميتنج تاني ولا ايه؟ هو كان بس الميتنج معلق يا دكتور بس. يا دكتور الناس دخلتنا بس الميتنج التيمز كان معلق. هو انا اللي كتبت دكتور وفعلا كان يعني انا كنت الميتنج لما بفتح التيمز كان بيدخلني على ميتنج تاني في ناس كتير وكلهم ساكتين وحضرتك يعني مش موجود في الميتنج. ده كنت 64 باين. يعني انا من الساعة 4 كنت بحاول اجوين انا لسه داخل من شوية فما عرفتش اجوين غير لما حد جوه الميتنج عمال لي انفايت. انا لسه داخل برضو يا دكتور من 5 دقايق. ده احنا كان معانا حاجة 40 واحد. احنا كنا كتير في ميتنج تاني. غالبا في مشاكل في تيمز الفترة دي. والميتنج تاني يا دكتور اللي حضرتك ما كنتش موجود فيه كان فيه حوالي 20. دلوقتي احنا عددكم 68 قدامي. مظبوط. بس حد فتح الصوت. طيب برضو لسه عمالين واخدين وقتنا قوي في موضوع السكافولدز دي اللي هي السقالات. طبعا الصور اللي موجودة دي هنا بتساعد يعني في البروتكشن. بيقول لك بقى ايه بي تايد ان تايد ان اوفر 4 to 1 height to base ratio. النسبة ما بين ال height to base بتبقى 4:1. ال height الارتفاع إلى القاعدة 4:1. Have an adequate means of access and egress. يعني حاول إنك أنت تلاقي وسائل مناسبة للدخول والخروج. طبعا هنا في أشكال برضو تانية من السقالات. في هنا الladder platform واللادر فريم والستيرواي فريم واللادر تاور ويث جيت. كل دي اشكال مختلفه من السقالات طبعا كلها في اماكن العمل. بس طبعا كلها او معظمها في الكونستراكشن او اماكن التشييد يعني. طيب في هنا الجدول ده بقى الفول فروم هايتس بيوضح لنا statistics on leading causes of construction fatalities. الفيتاليتيز اللي هي الحاجات الفيتال يعني من ضمن الحاجات اللي احنا عاملين تشيك عليها الفولز. سنة 2005 ده في موقع معين عملوا الإحصائية دي عشان كده كنا بنقول ان احنا لازم to keep records. سنة 2005 كانوا 394 واحد وقعوا. 2006 433، 2007 447، 2008 332، 2009 283. نلاحظ ايه من الارقام دهيت؟ عايز حد يعلق لي على الارقام دهيت. ملاحظة. ممكن مثلا بعد 2007 تقدر تنقذ شويه وتعمل انت بقى
وانا صوتك بعيد شويه بس متهيألي. طب لو في حد تاني يعني، طبعا هي واضح من الارقام ان هي كانت بتزيد من 2005، 2006 زادت، 2007 زادت، وبعدين بدات تقل، بدات تقل الى اقل من مستوى 2005، وفي 2009 كمان قلت اكتر. طب ايه السبب؟ تتوقعوا ايه السبب؟ ان هم يكونوا اهتموا اكتر بالسيفتي في الشغل. طبعا انا النهارده لما اقول ان انا سنه 2005 حصل عندي 394 حادثه سقوط، جيت عملت احصائيه سنه 2006 لقيتهم 433، يبقى عدد زاد. 2007 لقيته 447، العدد عمال يزيد. الله، لا ده في مشكله بقى. يبقى انا هنا مواضيع السيفتي من الفول فروم هايتس، السقوط من حاجات اماكن مرتفعه، ده في مشاكل. يبقى لازم بدا يحصل فيها بقى في ايه، اخذ الاعتبار في الريجوليشنز اللي لازم تتاخد في الاعتبار في السكافولد وفي السيفتي والكلام ده كله. فلقينا التاثير بتاع ده من 2007 نزلت في 2008 بقت 332، اقل من العدد الاولاني خالص. وبعدين 2009 بدات تقل وهكذا. تمام، ده فور اكزامبل يعني. عشان كده مهمه جدا انك انت تعمل ايه، تعمل ستاتستكس وتسجلها والريكوردز. ومش بس تعمل statistics، لا ده كمان لازم تعمل analysis، يعني تحليل ليه الحوادث دي بتحصل. اذا كانت اسبابها متكرره يبقى انت عندك deficiency في حاجه معينه، مش كده ولا ايه؟ او لو كانت بسبب حاجات متكرره، سببين او ثلاثه، يبقى هم دول انا لازم اعالجهم. مظبوط كده يا جماعه؟ بالظبط يا دكتور. الفول فروم هايتس طبعا عندنا الشكل ده هوت. شايفين هنا مثلا في حاجه، مثلا الراجل ده بيعمل حاجه على السطح بس رابط جسمه، رابط كده بحبل هوت، حاجه اسمها فول اريست. فول اريست يعني ايه؟ يعني بتمنع السقوط. ها، في هنا سيفتي مونيتورز، يعني حاجه بقى ايه، حاجات بتراقب مواضيع السيفتي. هنا في الجارد ريلز اند وارنينج لاينز، اللي هي ايه، زي محطوط كده فوق السطح الجارد ريلز والوارنينج لاينز، اللي هي زي ايه، خطوط ليها مسافات كده 6، ادي 6 انش هنا من 6 انش هنا، خطوط كده ايه، حد ما حدش يقرب من الحته دي. يعني زي ايه، ساعات كده تبقى ماشي او في ماشي في طريق كده، تبص تلاقي حاطين لك حواجز كده ومتوصله بالحوالينها بحبال كده، انت ما تقدرش تخطي المرحله دي. هنا السقف ده مثلا ملوش، في عمال بيشتغلوا عليه بس ملوش ايه، ملوش سور. طبعا اي حد هيمشي وهو مش واخد باله ممكن يقع اي من ارتفاع كبير جدا. فيا اما تبقى فيه حاجه اسمها زي الفول اريست دهيت، لو هو مربوط بحاجه ثابته كده حبل عشان ما يقعش، يا اما يبقى فيه حواجز بحبال تمنع انك انت تخطي اكتر من مرحله معينه، ما تجيش جنب الايه، الحواف بتاعه السطح، لانك هتقع. كل الكلام ده في اطار الاكسيدنتس اللي هي الفول فروم هايتس، اللي هي الوقوع من اماكن مرتفعه او عاليه. برضو عندنا شوية صور كده للفول فروم هايتس والحماية منها، البروتكشن. هنا طبعا الجارد ريلز اند وارنينج لاينز، اللي هي دايما بتبقى زي ايه، يعني قضبان كده للحماية من السقوط. يعني شايفين الراجل دهوت مثلا، ده سقف مايل بيعمل عليه هو جوب معينة، لكن وراه في ايه، في حاجات للحماية اللي هي باينه هنا في الصوره دي، في الصوره دي، في الصور دي كلها، الجارد ريلز دهيت. اهو برضو هنا كمان، ادي عمال بيشتغلوا بيعملوا حاجه على السطح، بيركبوا اي حاجه على السطح كده في الارضيه. فهنا في زي ما انتم شايفين ايه اللي كنت بقول لكم عليه، الحواجز دي وحواليها ايه، الحبال اللي عليها فلاجز،
حبال اللي عليها ايه زي اعلام كده صغيره، دي دايما بنشوفها اما يعني في الاسطح او في الطرق حتى كمان، لو في طريق في رصف او في حاجه زي كده دايما بنشوف الحاجات ديت، او لو في حفر في طريق ولا حاجه بنشوف الحاجات ديت. مش بتشوفوها يا جماعه دي في الشوارع احيانا؟ يا دكتور تبقى واضحه. يا دكتور دي اسمها الجارد ريلز او الورنينج لاينز، ولو هي بالليل كمان لازم تبقى ايه، لازم يبقى عليها يعني زي ضوء فوسفوري كده عشان ينبه الناس. لا عندنا في الشوارع مثلا شارع بيحفروا فيه بيركبوا ماسورة مية بيعملوا حاجة في الكهرباء مش عارف ايه، او في مثلا بلعة صرف صحي ولا حاجة، تبص تلاقي ايه لو ما حدش واخد باله منها روح ضارب فيها بالعربية وتبقى مشكلة. لازم كل الحاجات دي يبقى موجودة يعني. بس طبعا احنا يعني انا بضرب مثال، لكن احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي خاصة بالفول فروم هايتس، يعني اللي هي الوقوع من الاماكن المرتفعة يعني او العالية. برضو هنا عندنا اهو الفول فروم هايتس البروتكشن عن طريق السيفتي نتس. ايه السيفتي نتس دي بقى؟ اللي هو الشبك، شبك الامان ده، شبك. شايفين الصورتين دول فيهم شبك، سواء كان الشبك ده معدني او الشبك ده قماش، يحمي برضو الناس من الوقوع. لو انا بشتغل على ارتفاع عالي ممكن يحمي الناس من الوقوع، تمام؟ سيفتي نتس واضحة؟ ايوه دكتور تمام. برضو ما زلنا في الفول فروم هايتس، هنا وسيلة البروتكشن زي ما احنا شايفين في الصور اللي هي الايه البيرسونال فول اريست سيستمز، انه الشخص بيبقى لابس حزام او متحزم كده ومربوط. طبعا دول اللي بيشتغلوا على حاجات زي ما انت شايف كده سطح مايل، او هنا مسافه بتاع كده حاجه سطح ملوش سور، فلازم بيبقى مربوط ومتحزم بحاجه معينه بحيث ان هو ما يقعش. دي اسمها البيرسونال فول اريست سيستم. برضو ما زلنا هنا في الفول فروم هايتس، ادي السكافولدز واللادرز والاريال ليفتس اهم. ادي السكافولد اللي هي السقالات، واللادرز اللي هي السلالم النقالي دي، سلم النقالي، والاريال ليفتس اللي هي المصاعد اللي هي الهوائيه اللي هي من اشتغل عليها العمال من بره المبنى. لازم برضو الشخص اللي بيبقى بيتعامل مع الحاجات دي لازم يبقى مدرب و متمرس على دراية ووعي بالحاجات ده. هي برضو عندنا هنا اللي هي الاسامبلج اون جراوند، اللي هو انك انت تحاول تركب او تجمع كل الحاجات على الايه على الارض. هنا flying pre-assembled parts اللي هي بقى ايه الحاجات اللي متجمعة على الارض، بيجي ونش بقى يشيلها ويركبها او ناش زي ما انت شايف كده. طبعا بنشوف الكلام ده دلوقتي في الكباري وفي المترو المونوريل اللي بيتعمل والحاجات ديت كلها، الاوناش اللي هي بتشيل القطع اللي متركبة على الارض وتركبها بقى ايه من فوق. طيب هنخش بقى في توبيك جديد، كان كل الكلام اللي فات ده كان عن الفولز فروم هايت، نخش بقى على الفاير سيفتي. بس عايز اشوف الفاير سيفتي دي هنتكلم فيها في كام سلايد. طيب كويس نحاول نخلصها، هم كام سلايد؟ 1 2 3 4 الفاير سيفتي 4 سلايدز هنخلصهم دلوقتي.
الأمان من الحرائق Protection Fire Safety Plan الخطة بتاعة الأمان من الحريق. أول حاجة Identification of Significant Fire Hazards تعريف الأخطار بتاعة الحرائق المؤثرة. Procedures for Recognizing and Reporting Unsafe Conditions خطوات بتاع اكتشاف وكتابة تقارير عن الظروف اللي هي الغير آمنة. Alarm Procedures خطوات اللي هي التحذيرية. Procedures for Notifying Employees of a Fire Emergency خطوات اللي أنا لازم أعملها عشان أبلغ العمال إنه في طوارئ نتيجة الحرائق. Procedures for Notifying Fire Response Organizations of a Fire Emergency برضو خطوات اللي أنا لازم أعملها عشان أبلغ الorganization الهيئات أو الناس اللي هي المسؤولة عن الحرائق يعني المطافي يعني عموما. Procedures for Evacuation اللي هي الخطوات بتاعة الـ Evacuation اللي هو إيه تفريغ الناس يعني ما بقى في حريقة الناس ما لا يجب أن هي تتدافع مع بعضها هيتخنقوا يعني هو يبقى عندي مكان مثلا اكتشفنا ان احنا في اوضه كده وفي دخان وحريقه واحنا في الاوضه دي ناس كتيره مش معقوله كلنا هنجري على طول ناحيه الباب لازم يبقى فيه خطه معينه عشان نطلع بالراحه كلنا بشكل سيف يعني امن. Procedures to account for all employees after an evacuation هي الخطوات اللي احنا بنقولها لكل العمال بعد ما بيتم عملية تفريغ المبنى أو المكان نتيجة الحريق. Names, job titles or departments or individuals who can be contacted for information about the plan. طبعا بقى إيه أسامي بقى الأشخاص والأقسام والناس اللي هي المفروض نبلغها في ونديها المعلومات بخصوص الإيه البلان بتاعة الفاير سيفتي بلان يعني. البروتكشن اجينست فاير سيفتي يا اما بوستنج فاير واتشز يا اما تلبس ساعات في ساعات مخصصه للفاير يعني بتبقى زي عارفين زي الايه زي الاجهزه بتاعه الفاير الارم اللي بتبقى متركبه في السقف لو حسينا لو حست ان في حريق ولا حاجه او دخان بتدي ايه زماره. والفاير ريسبونس امبلويز طبعا هنا هوت زي ما احنا شايفين كده دي Medical Examination طبعا اختبار طبي وهنا PPE دي قلنا عليها في بداية المحاضرة و Personal Alert Safety System اللي هو نظام أمان شخصي وتحذير من الفاير. طبعا هنا شخص بقى داخل في حتة حريق ولا حاجة لابس بدلة مخصصة للتعامل مع الحرائق يعني. اهو كنت لسه بقول لكم من شويه هنا عندنا دي بقى اللي هو بتاع الفاير فايتنج او الفيكسد فاير اكستنجوشرز اللي هي طفايات الحريق ودي طفايات الحريق اللي هي بنشوفها متعلقه في الادوار وفي الكوريدورز وكده اللي هي البورتابل فاير اكستنجوشر اللي هي البورتابل اللي هي متحركه ودي اللي هي الفيكسد اللي هي بتبقى في الايه في السقف. وسائل إطفاء الحريق يعني. طبعا بالإضافة إلى كده لازم يبقى في employee training يعني لازم في تدريب للعمال والكلام ده إزاي تتعامل مع حالات الوقاية من الحرائق. وهنا الـ evacuation plan اللي هي الخطة التفريغ بتاع المبنى أو أي مكان فيه fire. وبعدين هنا في additional training for fire watch duty اللي هو ازاي بقى ايه واحد مثلا مش عارف يستخدم ازاي طفاية الحريق دهيت يعني.
طبعا دي بيبقى فيه تمرين خاص عليها يعني. بكده نبقى احنا برضو خلصنا الفاير سيفتي والفولز فروم هايتس. اللي جاي بقى عندنا اللي هو الكونفايند سبيسز، هنبدأ نتكلم فيه المرة الجاية يعني ان شاء الله. احنا وقفنا دلوقتي عند سلايد 34 تقريبا، نص عدد السلايدز بتاعت الشابتر ده هوت يعني. طيب في اي سؤال بقى في محاضره النهارده يا جماعه؟ لا يا دكتور واضح، شكرا. على فكره الحاجات دي اللي هي الهيلث اند سيفتي ايشوز دي مهمه جدا يعني، زي ما بقول لكم مش شرط انا كمهندس ان انا يعني اتعامل معها بس، لكن ممكن كمان العمال اللي هم تحت ايدي لازم ابقى عارفها الحاجات دي كلها عشان اقول للعمال عليها يعني. اوكي طيب نلتقي ان شاء الله في المحاضرة القادمة في نفس الموعد يوم الأحد القادم ان شاء الله، نكمل الشابتر بتاع الهيلث اند سيفتي ايشوز. طب دكتور بعد اذنك، اتفضل. هو احنا لحد الجاي هيبقى في عيد، فهيبقى برضو في محاضرة؟ والله طبعا كل سنة وانت طيب اولا. فعلا يعني الحقيقة مش عارف بقى، حسب إدارة الكلية ما تقول لنا كرولوس، حسب إدارة الكلية ما تقول، ممكن يقولوا لنا مفيش محاضرات، ممكن يقولوا لنا فيه، وانتوا طبعا الماتيريال موجودة والتسجيل موجود، بقى مش عارف الصراحة يعني، حسب ما إدارة الكلية تقول لنا. طب هو في حالة انه كان فيه محاضرة فبرضه هنتحاسب على اتندنس؟ لا مش هتتحاسب طبعا يعني، عندك الاكسكيوز بتاعك يعني. خلاص تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو. في اي حد عايز يسأل؟ نعم تفضل عبد الرازق. كان حضرتك في اول محاضره جينا نخش فمش عارف، ما كناش عارفين نخش المحاضره خالص من على اللينك اللي كان موجود. كان بيقابلنا في مشكله يعني، وزمايلنا اللي خدوا الاي دي بتاعنا ودخلونا هنا. انا مش عارف والله، كان في مشكله في التيمز يعني بصراحه، انا مش عارفها ايه هي يعني. لكن انت في الاتندنس اتحسبت في موجود يعني. خلاص تمام يا دكتور، يعني انا في الاتندنس تمام. مع الاتندنس انا لسه واخده دلوقتي حالا، انما المحاضره نفسها كماتيريال هتلاقيها موجوده على ال